وداعا أخي توفيق مصباح، لم يكتب لي أن أعودك وأنت على فراش المرض. آخر حديث كان بيننا أنك تعاني دون أن تنشر تدوينة تخبر بها أصدقائك. عانيت في صمت ورحلت في صمت. فتحت هذا المساء الفيسبوك فإذا بالخبر الفاجعة منشور على صفحة زميلك عبد الرحيم أريري. نم قرير العين، كنت طيبا منذ صباك، مرورا بتجربتك بالاتحاد الاشتراكي مع شيخك الراحل مصطفى المسناوي، وانتهاء بالوطن الآن إلى أن التحقت بالرفيق الأعلى تغمدك الله بواسع رحمته وألهمك وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان. إليكم التدوين التي تؤرخ للمشترك الذي يجمعني بالرحيل توفيق مصباح. تدوينة طويلة، ولكن أنا غادي نتوقف عند واحد الشجرة من شجراتها يتحدث عن يعني انتقاله من البرنوسي وهو في السن وقيل الثانية من العمر ديالو إلى حيث أقطن آنذاك. سيدي مومن ونحن آتون قادمون من كاريان سنترال رفقة خاله اللي هو أستاذي الذي يحضرون معنا الآن اللي هو عبد العزيز خسرة يتحدث. وكنت أنا واسطة العقد الذي وقع علي الاختيار من 7 إخوة ذكور، أنا ثامنهم والخامس في ترتيب المواليد. كنت أنا الملهمة لجدتي الرحمانية لتمارس أنانية الأمهات وصرامة الجدات. ربما محمد عاطر ولد مول الشطاطب كيعيرني هذيك الساعة يتذكر عيشة علال في بلوك سيدي مومن الجديد الذي كان يشبه في الثمانينات الأحياء اللاتينية في ترابط العلاقات الإنسانية بين جيرانه. محمد عاطر يتذكر ذلك البيت بكل زواياه وتفاصيله، خصوصا الصالون الكبير الذي كان يتلقى فيه دروس الدعم في قواعد النحو. اسألوا محمد عاطر وسيصف لكم وجه الرحمانية ذات الوجه القمحي والشعر الناري. أمي أطال الله في عمرها تحمل الكثير من قسمات وجهها، ورثت منها كل شيء إلا صرامتها وصلابتها وشخصيتها القيادية. تغمده الله بواسع رحمته. أنا أعرف توفيق ابتداء تجربته أواسط التسعينات بجريدة الاتحاد الاشتراكي، عرفته في التجربة اللي ولا كيكتب في الملحق يعني التلفزيوني رفقة الراحل مصطفى المسناوي مع صديقنا وأخنا سعيد المنتسيب والإخوان اللي جاوا كلنا من الكلية ديال الأدب والموسيقى آنذاك، والتجربة ديال الالتحاق ديالهم بالاتحاد الاشتراكي. كنعرفوا من خلال الأسرة الكبيرة ديالو اللي معنا الأستاذ ديالنا ورايا اللي هو أستاذ عبد العزيز خسرة، يعني الأصيل وابنه أسرة أصيلة جدا، أفرادها كلها دون استثناء ناس يعني طيبون، ناس أخلاق كبيرة 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 جدا. فالأخ لم يخرج على هاد السطر، وكان هذا يعني هو داكشي ربما وراثي. عرفته ككاتب سيناريو ساخر، لا في السلسلات اللي دازو في التلفزيون، ولا في علاقته بمنير باهي، ولا في علاقته في الديو اللي كانوا دايرين الديربي من خلال الحسن بيرماون داكشي ديال الوداد والراجع. رجل يعني دماتة الأخلاق، عنوان ببنط عريض للرجل. تغمده الله بواسع رحمته، الله يرحمه، ونتمناه لوليداته إن شاء الله حياة هنيئة إن شاء الله. الله يحفظه ويرعاه، والله يخلي لهم ميمتهم، وتبارك الله عليكم. شكراً.